Well, good morning, good afternoon. أهلا بكم، صباح الخير مساء الخير في هذه الجلسة الختامية لحماية الأطفال في العمل الإنساني في عام 2022. كانت هناك 3 أيام من تشارك بالأفكار. للأسف هاني منصور للأسف لا يستطيع أن يقوم بالانضمام إلينا، ولكن هو سوف يدعمنا، كان يدعمنا. أنا طبعا سوف يتم هناك مشاركة بالفيلو، مساحة الفيلو، وتستطيعون أيضا مشاهدة الفيديوهات عن طريق اليوتيوب. إذا سوف نستمر في التواصل، و هناك الكثير من الناس الآن يودون الانضمام إلى الجلسة الختامية. أردنا أن ننخرط في النقاشات حول الممارسات وأيضا الأولويات الاستراتيجية. طبعا نحن ضروري أن نعرف ما هي الاستراتيجية، ما هي أولوياتنا الاستراتيجية. نحن أردنا أن نتعلم من بعضنا البعض كيف يمكن أن ندفع بهذه الأولويات قدما. اليوم سوف نتحدث ونتفكر بما سمعناه بهذه الأيام، وسوف أيضا نفكر ونتحدث عن ما يمكن أن نقوم به في المستقبل. سأود أيضا أن أشكر كل من ساهم في هذا المؤتمر، والذي أيضا المانحين الذين ساهموا أيضا، وبعد ذلك سوف بعد أن ننتهي أن ننتهي بهذه الجلسة، هناك سيكون غرف فرعية للتحدث مع المانحين. سوف نتحدث عن الدروس المستقاة الأساسية التي اتخذناها أخذناها في هذه الأيام الثلاثة. الآن من خلال المنتيميتر قد أصبحتم على معرفة باستخدامه، إذن الآن تستطيعون أن تبدأوا بتسجيل الملاحظات من خلال المنتيميتر. إذا سوف أعطي بعض الموسيقى. إذا الآن نود أن نسأل بأن تشاركونا بالتعليمات الأساسية والانعكاسات حول المساءلة والمسؤولية. ما هي أفكاركم؟ People aren't starting shy, they're starting with needing to advocate to donors. بدأنا باستلام الإجابات. انخراط الأطفال منذ البداية، الكثير من الأفكار. بعد ذلك سوف تقوم جولي بوضع كل الأجوبة في خاصية الدردشة، صندوق الدردشة. نود أكثر أن نأخذ إجابات أكبر. And accountability can't be achieved without working across sectors and breaking down silos. المسؤولية والمساءلة لا يمكن أن تحدث إذا كنا نعمل بمفردنا دون التعاون مع القطاعات المختلفة. المساءلة هي ضرورية في كل خطوة نخطيها وفي كل مستوى. يجب أن تكون المساءلة وأن نحمل المسؤولية تجاه الأطفال وليس فقط تجاه المانحين. الآن إلى المنتي الثاني أو السؤال الثاني حول
الأمور الأساسية التي تعلمتموها أو تفكرتم بها حول موضوع المحلية؟ More coming up. This is still the accountability, so if we can switch back to live life. هنا هذه الآن المحلية. الآن يقوم هناك تمثيل للمجتمعات المحلية وانخراط المجتمعات المحلية التي ليس لديها تمثيل، وأيضا الدعم المادي الذي يجب أن يعطى مباشرة إلى المنظمات المحلية. بعد ذلك العمل بين القطاعات المختلفة. So some enthusiasm about the involvement of others in the meeting. كان يجب أن يكون هناك تحمس لأن تختلف، أن تكون مختلف القطاعات متشاركة. تستطيع أن تتحدث عن المصطلحات. هل نحن نتحدث، بعض الناس يتحدث لغتنا، هل نحن نتحدث لغتهم؟ الكثير من الإجابات تأتي عن العمل مع مختلف القطاعات. التعاون يفتح أبواب جديدة، وأيضا الوقاية مهمة للعمل بين القطاعات ولإحراز الوقاية. سوف لنرى على موضوع المحلية. إذن يجب أن نكسر العوائق، وخصوصا بين العمل بين المنظمات المحلية والمانحين مباشرة، وكيف يمكن تمكين الوكالات المحلية، وكي يستطيع هؤلاء أن نصل لتلك المنظمات المحلية. إذن تحويل بعض الأمور من مستوى عالمي إلى مستوى محلي. الآن نستطيع الآن أن نقف الآن. إذن سوف ننتقل إلى منتي آخر، و أود هذا المعرفة والتعلم التي أخذتموها من هذا الاجتماع، كيف يمكن أن تقوموا بالاستفادة منها بعملكم في المستقبل؟ سوف نقوم ببعث التغذية الراجعة لكم بعد الاجتماع. والآن وأنتم تستطيعون أن تكتبوها وأن تأخذوها معكم، وأيضا تستطيعون الآن تقومون بالإجابة هنا في المنتي. إذا ما هو التزامك؟ خذ شيء أساسي رئيسي تعلمته في هذه الجلسات وستلتزم به في العمل المستقبلي. قوموا الآن بالكتابة في منتي، وبعد ذلك سوف نقوم بتقييم هذه الاجتماعات، وهل هي ذات فائدة؟ هل المنتي هل تم بعثه على صندوق الدردشة؟ إذن رابط المنتي موجود. جولي تستطيع أن تقومي بالمشاركة بالشاشة لنرى بعض
أجوبة. إذن قم بمشاركة الالتزام الذي أخذتموه وستمضون به قدما من شيء تعلمتمونه في تلك هذا من هذا الاجتماع. Time is I'll share a few of these and then we're going to dive into a little bit of sharing from بعد ذلك سوف نسمع من المتحدثين ومن زملائنا من ألسبث وشسرو سيشاركون بما سمعوه وما تعلمناه من كل الجلسات التي سمعناها وقمنا بأخذ الملاحظات وخصوصا بالأولويات الاستراتيجية الخاصة بنا. إذن نحن كنا نعمل بجد كبير في الساعات الأربعة الماضية لكي يكون هناك تفكر بما تم نقاشه في الجلسات. جولي سوف تقوم بمشاركة النتائج في الصندوق الدردشة وسوف أعطي الكلمة لنتحدث أكثر عن ما تعلمناه في الأيام الماضية. إذن سوف أعطي الكلمة شزيرس التي لنسمع ما هي سمعته عن المساءلة ومسؤوليتنا تجاه الأطفال. أعطي الكلمة للشزيرة. شكرا. فيما يتعلق بالمساءلة من خلال الاجتماع السنوي لاحظت أنهم كان الكثير مهتمون بهذا الموضوع وكان بالجلسات وأيضا بالغرف الفرعية وكانوا يتحدثون عن أهميتها للأطفال ويجب تعزيزها ويجب أن نقوم بها وأن تكون بسرعة. ولكن كان هناك سؤال من الجلسات كانت هناك كثير من الأمثلة والممارسات الجيدة لنا. إذن هذه بعض الأمثلة تستطيعون بالفيلو أن تذهبوا وتروا الأمثلة أكثر فيما أولوية في الجلسة السابعة لاستراتيجية أولويات للإستراج الاستراتيجية كنا نتحدث على موضوع تصميم البرامج وتنفيذها وخاصة مع الأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة. في الجلسة التاسعة أيضا كانت حول عن البحث الضرورة للسماع للأطفال وخاصة السكان المتضررين. وبالوقت ذاته كان هنا ضرورة بأن نعزز المساءلة ويجب أن تكون الأطفال جوهر آلية المساءلة وأن نعمل مع مختلف العاملية وخاصة العاملين الاجتماعيين وغيرهم وأيضا القادة أيضا قادة الدين. أما في الجلسة الرابعة أيضا كان هناك موضوع آلية عن مختلف الآليات عن المساءلة وأيضا ضرورة مشاركة الأطفال لأنهم يعرفون ما هو جيد لحياتهم وأيضا أن نقوي من حماية الأطفال. وبالإضافة إلى هذه كان هناك كثير من تحدث من المشاركين والمتحدثين الذين كان هناك نقاشات حول المساءلة وخاصة وكان هناك طبعا تحديات كثيرة وخاصة موضوع المصادر المحدودة أو القدرات وأيضا مشاركة الأطفال كيف يمكن أن نضمن أمان هؤلاء الأطفال. أنا لنحل هذه التحديات كان هو أن يكون هناك بمشاركة المعلومات وأنا نعمل مع المانحين مع
مع المجتمعات مع الحكومات والزملاء الآخرين لتقوية ميكانيكية المساءلة لكي يكون هناك مشاركة فعالة من الأطفال. أيضا الألاينس سوف يوحى ويستمر بكيف يمكن أن يكون هناك قيادة وأن يكون هناك أيضا مشاركة فعالة للأطفال. وشكرا جزيلا لكم وأعطي الكاميرا لكاميلا. كان هذا كثير ما شكرا جزيلا أنك وضعتي. أعطي الآن الكلمة لتتحدث عن المحلية. ثلاث دقائق ليست كافية للاستعراض. ثلاث دقائق هي ما أحتاجه لكي أعرف عن نفسي بموضوع المحلية. كما شاهدنا تحدثنا ما هي المحلية، ومن أود أن أعود للأولويات الاستراتيجية. وكانت المحلية هي أن نقوم بالتعريفات الموجودة في الألاينس طبعاً، وحيث من خلالها أن نقوم بالعمل الإنساني ذات الكرامة وبشكل متواصل. ما قمنا بمناقشته في مختلف الجلسات كانت هناك، قمنا باختصارها بأربعة. الجانب الأول، نحن كعاملين إنسانيين ويجب علينا أن نقوم بالتفكر بشكل أكبر بمصطلح المحلية، وهي اللغة التي نستخدمها، ويجب أن نكون حذرين بالكلمات التي نستخدمها لأنها لا تكون واضحة. أما هي الموضوع الانعكاسات الرئيسية على موضوع تقوية القدرات، وموضوع وضعها في السياق، وأيضا جعل المعرفة ديمقراطية ومتاحة للجميع. والرابعة هو موضوع حماية الأطفال. إذن هذه هي الأمور الأربعة فيما يتعلق باللغة والمصطلح. نحن بأن الجهود المحلية بأنها كثير يمكن أن نتبعه بالمبادرة الجراند بارجن فيما يتعلق باللغة. نحن نقوم بإعطاء المجتمعات الصوت، وأظن أن هذا هو التعبير الذي يجب أن نستخدمه. أم المصطلح الثالث هو بناء القدرات أو تعزيز القدرات. إذن موضوع الآن فيما يتعلق بالانعكاسات الرئيسية حول موضوع تعزيز القدرات، إن تعزيز القدرات المحلية هي مهمة ومناسبة، وهي معتمدة على احتياجات وطلبات العاملين المحليين. لا يجب أن تكون مصممة في مكان آخر. يجب أيضا الموضوع الآخر هو إن تقوية القدرات هي نظام ذو اتجاهين. يجب أن يكون هناك دليل، أدلة وعمليات وإجراءات، ونحن نستفيد جدا من
المناقشات المحلية والمعرفة المحلية وخاصة في المناطق التي يوجد فيها صراعات، إذن المعرفة والفائدة تعود على الطرفين. أما فيما يتعلق بجعل المعرفة ديمقراطية ومتاحة للجميع، هو إذا كان هناك أي مجموعة أدوات للتدريب يجب أن تكون بذات السياق، إذن يجب أن نجعلها خاصة بالسياق الذي تعمل به. كان هناك الكثير حول حماية الأطفال في النقاشات المختلفة. كان هناك لقد تحدثنا كثير عن المجتمعات المحلية وبأننا نسمع للمجتمعات المحلية ومن خلاله يتم توجيهنا، إذا نتوجه ويتم توجيهنا من قبل المجتمعات. شكرا. الآن أعطي الكلمة لكاميلا. شكرا. شكرا جزيلا. الآن لدينا ألبس سوف تتحدث عن الأولويات أو الأولوية الاستراتيجية الخاصة بالتعاون والبرمجة المتكاملة بين مختلف القطاعات. إذن مونيكا أنجنيت قد كانوا عملوا بشكل كبير، هناك الكثير من النقاط الرئيسية. أولا يجب أن نحن ما نريد أن نحاول أن نحققه هو حماية الأطفال وأن يكون الأطفال في جوهر الوصل بالعمل. كان هناك مختلف الجلسات الذين أظهروا الالتزام للأطفال وحماية الأطفال. إذن من الضروري أن يكون له هناك شركاء. كان لدينا أيضا الأسس القوية لكي نسرع من العمل والمضي قرضا. إذن كان هناك فريق عمل خاص بحماية الأطفال والعمل إطار العمل الخاص بالمختلف القطاعات، وواضح بأن نحن قد قمنا بجمع معلومات كبيرة كثيرة قد تساعدنا في العمل بطريقة استراتيجية وفي الميدان. نحن نريد جمع الأدلة وأن نأخذ المناصرات الموجودة وأن نأخذ الأدلة الجديدة وأيضا الحكومات ما تقول الحماد. النقطة الأخرى هو أن التعاون هو النقطة الرئيسية، هذه الكلمة الرئيسية التي يجب أن نركز عليها. فإن البرامج المتكاملة بين القطاعات المختلفة لا يمكن أن تنجح دون التعاون. ومن الجانب الأساسي الذي وضعناها في المنتي بأنه يجب أن نعطي الأولوية للقطاعات التي نريد أن نتشارك معها، مثلا حماية الأطفال، أمن الأطفال، وأيضا الأدوات التي يمكن أن نستخدمها الخاصة بحماية الأطفال. لقد سمعنا أيضا من الإدارة التنسيق وغيرها. عفوا، لا يوجد صوت. فقدنا الاتصال معك للأسف. نود
أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار الخبرات الموجودة في القطاعات المختلفة. إذا المانحين المناصرة هي مهمة، ويجب أن نناصر للبرامج المتكاملة، ويجب أن نناصر في تعزيز القدرات. وسمعنا عن الكثير من الأمثلة التي تحدثنا عنها، كيف أن التعليم وحماية الأطفال هي من القطاعات القريبة مع بعضها البعض، وكيف أن التعليم وحماية الأطفال مرتبطين ببعضهم البعض. وأظن هناك نقاط، لدينا الكثير من الشركاء والتعاون الرائع الموجود. هناك شراكات القديمة بين التعليم وحماية الأطفال الذين يركزون على رفاه الأطفال، وأيضا هناك أيضا تنسيق وأنا سعيدة أننا قد سمعنا من الكثير من الشركاء. سوف في السنة المقبلة نود أن نسمع أكثر من قطاعات مختلفة، لكي يهتموا وأن يقوموا ببعض المواد التي هي مهمة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكوزو، لألبث، لأكنا على كل ما قالته. إذا لا نستطيع أن نتحدث عن كل الأمور، ولكن هي بعض الأمور الأساسية التي تحدثنا عليها وتحدثنا فيها خلال الأيام الماضية. قبل الآن سوف آخذ من وقتكم لكي أشكر لأولئك الذين تعاونوا لكي نستطيع أن نقوم بنجاح في هذا الاجتماع من خلال ال5 أشهر الماضية وال3 أشهر الماضية. لقد عملنا بجد، وأشكر كل المساهمين في نجاح هذا المؤتمر والاجتماع. والآن سنستطيع في نهاية هذه الاجتماع أن نحتفي بهذا الإنجاز الذي قمنا به، وأن نضع هذه الاستراتيجية وندب الحياة فيها. أود أيضا أن أعطي كلمة للمجموعات التي عملت في هذا. أود ستيفاني وأليسا التي وضعت مجموعة من الأسماء، إذن الميسرين الذين تعبوا وعملوا بكد لكي يقوموا بتحقيق. وأيضا هناك فريق التنفيذ والتشغيل الذي عمل، وأيضا كان معنا الكثير من المتحدثين الرائعين الذين كانوا معنا في هذه الرحلة، وتعلمنا منهم وتعلموا مننا. وأيضا كان لدينا فريق كامل من الترجمة الفورية، وأيضا التسجيلات والفريق التقني الذي كان معنا، الذي أيضا حرص على وجود الترجمة الفورية باللغة العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وأيضا هناك أيضا فرق العمل الذي عمل معنا والذي سيكون لديه مصادر. وأخيرا الفريق العمل أيضا الذين قاموا معنا. شكرا جزيلا لكم. أطلب منكم أن تكونوا أيضا على أن تذيلوا الصامت. وسوف أعد للثلاثة، وبعد عندما أصل للعد التنازلي أن تقولوا شكرا بلغاتكم. إذا الآن 3 2 1. Gracias.
Lovely, yeah. Lovely. شكرا جزيلا لكم. شكرا.